ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم تتبيله لذيذه لهالمزيونه، راح اشويها بالفرن بس ممكن تستخدمونها كمان حتى للشوي على الفحم، لذيذه جدا وراح تدمنونها ومقاديرها جدا سهله. كل اللي تشوفونه هذا قدامكم راح اخلطه بالخلاط واتبل فيها هالعروسه. راح استخدم للتتبيله صلصه الباربيكيو المدخنه، تعطي كذا طعم مدخن حلو. طبعا هذا الامر راجع لكم بس مره لذيذه للشوي سواء كان بالفرن او بالفحم. تستخدمون من ملعقه الى ملعقتين على حسب كميه الدجاج عندكم، وراح اخلطها مع حبه طماطمه، بصله، ثلاثة فصوص ثوم وقطعه فلفل بارد وملعقتين زبادي وعصير ليمونه ومعجون طماطم. بالنسبه للبهارات هنا حاطه كركم وبهار دجاج وبهار شوي وملح وزعتر بري وبابريكا، وش كمان انا حاطه؟ يعتقد هذا هو بس، بهارات مشكله. بعد ما خلطت التتبيلة وجهزت، الحين بجيب الدجاجة وأصب التتبيلة عليها وأمسجها زين بحيث أني أبي النكهة تدخل في الدجاجة زين. وحاولوا أنكم تصبون داخل الدجاج عشان يتشرب الطعم. أهم شيء هي بحاجة إلى مساج، يعني توصوا بالمساج، دلعوها دلعوها آخر دلع. وبعد ما تدلعون الدجاجة وتمسجونها غطوها ودخلوها الثلاجة، خلوها أقل شيء ساعتين تاخذ الطعم، وإذا قعدت ليلة كاملة أفضل وأفضل. يعني الموظفات تنفعكم هالوصفة، تبليها من الليل وحطيها في الثلاجة ولا جيتي من دوامك أبد، دخليها الفرن واستمتعي بألذ ألذ دجاج مشوي، أو حتى ممكن على الشواية بحبيتي تشوينها، مو بلازم تصير يعني دجاجة كاملة. أنا عشان بحطها بقاعدة، ناوي أحطها بقاعدة وكذا ترفعها وحوريكم إياها وإيش البدائل إذا ما توفرت عندكم. المهم خلوها الآن بعد المساج ترتاح. تعرفون الواحد بعد المساج يحس نفسه متكاسر وده يريح، خلوها تريح الضعيفة وراها ساونا. والحين هذه الدجاجة بعد ما تبلت ونقعدت بالتتبيلة، طبعا كل ما طولت بالتتبيلة كل ما كان أفضل. اللي راح أسويه الحين إني راح أدخل الدجاجة بهذه الأداة بحيث إنها تصير كذا كذا واقفة على هذه الأداة. هذه وين تلقونها؟ موجودة في كل محلات الكماليات. إذا ما توفرت عندكم ممكن تستبدلونها بعلبة بيبسي، بحيث إن تكون مثلا تحطون علبة بيبسي وتحطون الدجاجة فيها وتوقفونها على الصينية. أنا راح أحط الأداة هذه صينية وراح أحط فيها موية هنا عشان الزيت اللي ينزل على الصينية ما يحس لي الفرن ولا تطلع لي ريحة حرق، فعشان ما يصير في هذه الريحة راح أحط فيها الموية. واخذ دجاجتي بكل حنية كذا احاول اني اطلع البهارات اللي فيها بهالشكل. واركبها بهالاداة زي ما قلت لكم بحيث انها تصير واقفة عليها. تشوفون دجاجتي شلون واقفة بكل شموخ. الحين راح ادهنها بشوي زيت زيتون واحط في الصينيه مويه. طبعا ممكن انكم تشوون الدجاجه وتحطون مثلا في قاع الصينيه خضار وبصل وطماط على حسب انتم ما تحبون، بس انا لاني ما راح احط معها خضار فحشويها لحالها، فبضيف شوي مويه علشان لا نزل زيت الدجاج ما يطلع لي ريحه حرق. الحين انا ضفت مويه بقاع الصينيه، ممكن انتم تستغنون عن المويه وتحطون مثلا شرايح خضار وبصل. اذا انتم تبون الدجاجه يعني مشويه مع الخضار تقدرون تسوون هالخطوه، بس لاني ما راح احط معها خضار فحطيت المويه علشان ما يطلع لي ريحه حرق اذا نزل زيت الدجاج. ومن فوائد المويه اني حطيتها بالصينيه انها تطلع بخار للدجاج فتخليه طري ما تخليه ناشف، هذا الشيء اللي ابيه برضو. وهذا الشيء ممكن يصير معكم لو حطيتوا كمان خضار لان الخضار فيها مويه. الحين لازم اسخن الفرن مره
وادخلها على الحراره من تحت، بعدين نحمر الوجه. بعد ما سخنت الفرن دخلت دجاجتي بكل شموخ، خليها تنشوي على راحتها. طبعا الحراره من تحت، ما راح نولع من فوق الا اذا احتاجت تحمير. ممكن يكون الحراره من تحت تتحمر لكم اياها، فما تحتاجون تحمير من فوق. كم تاخذ وقت؟ مبدئيا حقول ساعه ونشوف. جاهزين؟ وهذه عروستنا الجميله، والزيت قاعد ينقط. شلون شلون متحمره ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء يفتح النفس. اخذت لها بالفرن تقريبا ساعه ونص، بعدين شلتها من هذه الاداه وحمرت الوجه. تحمر لانه جزء وجزء ما تحمر، فحبيت اني اخليها كذا كانها دجاج شوايه. وبالعافيه. قطعت الدجاج عشان اوريكم شلون مستويه وتهبل في ألذ ولا ألذ. لذيذ التتبيلة، لا تفوتكم لا تفوتكم، دايبة بعد.